ثم ما جاء في الدعاء المشهور المعتبر عن الإمام المهدي في كيفية الصلاة على محمد وآل محمد إلى أن يصل إلى نفسه فيقول عليه السلام: اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، إلى قوله عليه السلام: وصل على وليك وولاة عهده والأئمة من ولده، ومد في أعمارهم وزد في آجالهم، وبلغهم أقصى آمالهم دنيا وآخرة. الدعاء مذكور في غيبة الطوسي الصفحة 186 وفي جمال الأسبوع الصفحة 301، وأيضا ما جاء في دعاء الإمام الرضا عليه السلام الصحيح للإمام المهدي في عصر الغيبة: اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وتجمع له ملك المملكات كلها، إلى أن يقول: اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده، وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وأعز نصرهم، إلى آخر الدعاء المذكور في مفاتح الجنان الصفحة 618 وجمال الأسبوع لابن طاووس الصفحة 309 ومصباح المتهجد للطوسي الصفحة 409 وغيرها الكثير من الروايات. كل هذه الروايات شاهد على صحة ذكر المهديين في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. والآن عرفنا أن اليمان حجة من حجج الله، أنه معصوم منصوص العصمة، وأنه نفس المهدي الأول أحمد المذكور في الوصية أنه أول المؤمنين بالإمام المهدي عليه السلام وهو وصيه. وإن أردتم المزيد عن أن اليمان عليه السلام ونفسه وصي الإمام المهدي عليه السلام المهدي الأول أحمد، فأقول: اليماني ممهد في زمن الظهور المقدس، ومن 313 يسلم الراية للإمام المهدي، والمهدي الأول أيضا موجود في زمن الظهور المقدس، وأول مؤمن بالإمام المهدي عليه السلام في بداية ظهوره وقبل قيامه، فلا بد أن يكون أحدهما يعني اليماني أو المهدي الأول حجة على الآخر. وبما أن الأئمة والمهديين حجج الله على جميع الخلق، والمهدي الأول منهم، فهو حجة على اليماني إذا لم يكون شخص واحد، وبالتالي يكون المهدي الأول هو قائد ثورة التمهيد، فيصبح دور اليماني ثانوي بل مساعد للقائد، وهذا غير صحيح، لأن اليماني هو الممهد الرئيسي وقائد حركة الظهور المقدس. فتحتم أن يكون المهدي الأول هو اليماني، واليماني هو المهدي الأول. سؤال: طيب الآن ما هي أوصاف اليماني المهدي الأول في روايات آل البيت عليهم السلام؟ الجواب: المهدي الأول بينت روايات أهل البيت عليهم السلام اسمه وصفاته ومسكنه بالتفصيل، فاسمه أحمد وكنيته عبد الله أي إسرائيل، أي أن الناس يقولون عنه إسرائيلي قهرا عليهم ورغم أنوفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اسمي أحمد وأنا عبد الله، اسمي إسرائيل، فما أمره فقد أمرني وما عناه فقد عناني. هذا حديث موجود في تفسير العياشي الجزء الأول الصفحة 44، وفي البرهان الجزء الأول الصفحة 95، وفي البحار الجزء السابع الصفحة 178. والمهدي الأول هو أول 313
البصرة، وفي خده الأيمن أثر، وفي رأسه حزاز، وجسمه كجسم موسى بن عمران عليه السلام، وفي ظهره ختم النبوة، وفيه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أعلم الخلق بعد الأئمة بالقرآن والتوراة والإنجيل. وعند أول ظهوره يكون شابا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في بشارة الإسلام الصفحة 30، ثم ذكر شابا فقال: إذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة المهدي. وعن أبي عبد الله عليه السلام عن أبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن، أحضر صحيفة ودوات. فأملى رسول الله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال: يا علي، إنه سيكون بعدي 12 إماما، ومن بعدهم 12 مهديا، فأنت يا علي أول 12 إمام. وساق الحديث إلى أن قال: وليسلمها الحسن عليه السلام إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد، فذلك 12 إماما، ثم يكون من بعده 12 مهديا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين، له 3 أسامي، اسم كاسمي واسم أبي، وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث المهدي، وهو أول المؤمنين. قد قرأنا عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن منا بعد القائم 12 مهديا من ولد الحسين عليه السلام. وأيضا في حديث آخر عن الصادق أيضا قال: إن منا بعد القائم 11 مهديا من ولد الحسين عليه السلام. وفي هذه الرواية القائم هو المهدي الأول وليس الإمام المهدي، لأن الإمام عليه السلام بعده 12 مهديا. والباقر عليه السلام قال في وصف المهدي الأول: ذاك المشرب حمرة الغائر العينين المشرف الحاجبين العريض ما بين المنكبين، برأسه حزاز وبوجهه أثر، رحم الله موسى. حديث مذكور في غيبة النعمان في الصفحة 215. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام في خبر طويل مذكور في بشارة الإسلام، فقال عليه السلام: ألا وإن أولهم من البصرة وآخرهم من الأبدان. وعن الصادق عليه السلام في خبر طويل سمى به أصحاب القائم عليه السلام: ومن البصرة أحمد، بشارة الإسلام الصفحة 181. وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: للقائم اسمان، اسم يخفى واسم يعلن، فأما الذي يخفى فأحمد، وأما الذي يعلن فمحمد. حديث مذكور في كمال الدين في الجزء الثاني الصفحة 653 في الباب 57. وأحمد هو اسم المهدي الأول، ومحمد اسم الإمام المهدي عليه السلام، كما تبين من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن الباقر عليه السلام: إن لله تعالى كنزا بالطالقان ليس بذهب ولا فضة، 12 ألفا بخراسان شعارهم أحمد أحمد، يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء، عليه عصابة حمراء كأني أنظر إليه عابر الفرات، فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبوا على الثلج. وأحمد هو اسم المهدي الأول. وفي كتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس الحسني في الصفحة 27 قال: أمير الغضب ليس من ذي ولا ذا هو، لكنهم يسمعون صوتا ما قاله إنس ولا جان، بايعوا فلانا باسمه ليس من ذي ولا ذا هو، ولكنه خليفة يماني.
وفي الملاحم والفتن أيضا للسيد ابن طاووس في الصفحة 80. فيجتمعون وينظرون لمن يبايعونه، فبيناهم كذلك إذا سمعوا صوتا ما قال إنس ولا جان: بايعوا فلانا باسمه ليس من ذي ولا ده، ولكنه خليفة يمان. وروى علي القراني في كتاب معجم حديث الإمام المهدي عليه السلام في الجزء الأول في الصفحة 299: ما المهدي إلا من قريش، وما الخلافة إلا فيهم، غير أن له أصلا ونسبا في اليمن. وبما أن المهدي الأول من ذرية الإمام المهدي عليه السلام فلا بد أن يكون مقطوع النسب، لأن ذرية الإمام المهدي عليه السلام مجهولون، وهذه الصفات هي صفات اليماني المنصور وصفات المهدي الأول، لأنه شخص واحد كما تبين الآن بكل وضوح. طيب، الآن عرفنا من هو اليماني، عرفنا أنه هو المهدي الأول، وصي ورسول من الإمام المهدي عليه السلام، ويظهر قبله ممهدا له، وأن اسمه أحمد، وأنه من البصرة، وسمعنا صفاته الجسدية بالتدقيق. الآن سؤال: من يقول أن أحمد الحسن الذي ظهر الآن هو نفسه اليماني وليس مدعي فقط؟ الجواب وللإجابة على هذا السؤال نرجع أيضا للثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أليس بهذا وصانا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فلنسألهم كيف نعرف اليماني عليه السلام والحجة بصفة عامة، وكيف نميز بين مدعي الحق ومدعي الباطل. أقول: القانون الإلهي لمعرفة الحجة أو المنصب من الله في كل زمان يتكون من 3 حلقات، والروايات أكدت وبينت 3 حلقات التي بها يعرف صاحب الأمر أو الحجة أو داعي الحق، ويميز بها عن المدعين الباطلين في كل زمان، وهي: أولا، النص أو الوصية أو عهد نبي الله كما جاء في رواياته. ثانيا، العلم والحكمة، أو كما سموه عليهم السلام سلاح رسول الله. ثالثا، راية البيع لله أو المطالبة بحاكمية الله، أو كما سموها عليهم السلام راية رسول الله صلى الله عليه وآله. أعطيكم الآن بعض الروايات التي تدل على هذه الأمور 3. الوصية، ثم نوضح كيف أتى بها السيد أحمد الحسن عليه السلام. عن أبي جعفر في خبر طويل قال: إياك والشداد من آل محمد، فإن لآل محمد وعلي راية ولغيرهم رايات، فالزم الأرض ولا تتبع منهم رجلا أبدا حتى ترى رجلا من ولد الحسين عليه السلام معه عهد نبي الله ورايته وسلاحه، فإن عهد نبي الله صار عند علي بن الحسين عليه السلام، ثم صار عند محمد بن علي عليه السلام، ويفعل الله ما يشاء، فالزم هؤلاء أبدا وإياك ومن ذكرت لك. الحديث مذكور في إلزام الناصب في الجزء الثاني في الصفحات 96 و97. أيضا عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما يعرف صاحب هذا الأمر؟ قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية. وصاحب الدرجات محمد بن حسن الصفار.